نيتيف سائس، نيتيف سائس يعني هو ابنها، هو ابنها. ادي النون والته والفه اللي بتديني كلمة نيتيف اللي معناها هو. وبعدين دي العلامة، دي علامة ثنائية اسمها سا، ليها معنى في حد ذاتها سا كعلامة، اه معناها ابن. لكن لو اتضافت لكلمات تانية، لحروف تانية، لعلامات تانية بعدها، طبعا هي بتبص شمال فالبداية مش شمال، فعشان دي تضاف لها حاجة هتضاف لها على اليمين. فلو ضفت لها حاجات على اليمين بقت جزء من كلمة أكبر، يعني ما كلمات بتبتدي بصا ومعاها حروف نطق تاني فتديني معنى آخر. فعشان يقول لي اللي بعدها مش تبعها، يعني الحكاية دي مش حاصلة عندنا في الكلمة دي، في الجملة دي، فهتحط لي العلامة دي اللي هي ايه، معناها محددة بذاتها. يعني ايه محددة بذاتها؟ يعني تنطق العلامة نطقا كما هي بدون اي اضافات، اللي بعدها مش تبعها، وكمان العلامة بهذا النطق تدي المعنى المحدد لها اللي هي صا، هتتنطق صا اللي معناها ابن. فدي معناها ان دي انا قصدي هنا في الجملة دي كلمة ابن، فبيحددها لي تحديد بالعلامة دي. طيب يبقى هنا هو نتف، صا هو ابن، اس يعني بتاعها، يبقى هو الابن بتاعها يعني هو ابنها، دي هي. يبقى هنا ابن هي يعني هو ابنها، يعني هي از هير سن. يبقى دي كده ناتف هو، صا ابن بتاعها، هو ابنها، ناتف صا اس، ناتف صا اس هو ابنها.